اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده مع بعض ريش. الريش عند الجزار متنوعه، في منها الضاني، في منها الكندوز، في بيت الكلاوي، حاجات لطيفه كده، بس الريشه لها عنوان، لازم تطلع بالعظمه بتاعتها دي كده. اه طبعا دي ريشه كبيره شويه، يعني تقريبا نقول عليها شبه الفخده الضاني، بس دي كندوز للامانه يعني. يا حاج في ضاني، قال لي والله بيجي بعد الساعه 12 يا مغازي، انا عندي كندوز لسه جاي دلوقتي حالا، فانا عايز اعملها النهارده بطريقه جديده، طريقه المغازي. هنعملها النهارده مع الوايت صوص والبطاطس. انا شخصيا بعشق البطاطس مع الوايت صوص، بس خاصه لما تكون واخده طعم اللحمه وريش بقى معموله بتكنيك عالي قوي. معانا طبق صيام النهارده اخواننا المسيحيين، احنا متعودين ان احنا من بدايه الصيام بنعمل كل يوم طبق او اتنين صيامي، فجاي على بالي النهارده نعمل طبق خرشوف. الخرشوف طبعا اعتقد ان احنا داخلين على الموسم بتاعه، في الخرشوف الكعب وفي خرشوف القلب. انا عامل النهارده خرشوف بزيت الزيتون، لطيف وجميل، طاجن هيعجبكم ان شاء الله، وهو هيلسي وصيامي ولطيف وزي الفل. والخرشوف اصلا قيمته الغذائيه عاليه جدا، بيساعد على تنشيط الكبد ويعالج الكبد ويخليه طبعا عمره الافتراضي اطول كتير. معانا فراوله وموسم الفراوله الجميله وبشاير الفراوله من خير ارضنا، هنعملها النهارده مع الكسكسي. انا مش بحبها، بحب دايما احط عليها سكر عشان اكلها، فراوله لوحدها كده لا، فالفراوله غنيه بفيتامين سي. هعملها النهارده بطريقه جديده مع القرفه والكسكسي بطريقه جديده، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، بالتاكيد في تركايه لطيفه وجميله. تعالوا مع بعض نعمل طاجن صيامي، طاجن الخرشوف صيامي اكيد مدرسه. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. طاسه على النار ونبدا نشتغل في المقادير بتاعتنا على الشاشه. خرشوف كعب او قلب، الخرشوف اللي معانا ده اسمه خرشوف قلب. ايه الفرق بين الكعب والقلب؟ الكعب بيتحشي لحمه مفرومه، اما الخرشوف القلب اللي معايا ده كده ممكن يتعمل يخده، ممكن يتعمل سلطه، يبقى لطيف وجميل لانه بيبقى شكل ورقي. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. بصلايه بقطعها شرايح، اه، مع زيت زيتون. الطبق ده طبق صيامي جميل وزي الفل وهيلسي وصحي 100%، والخرشوف مفيد جدا للجهاز الهضمي، يعالج الامساك وخاصه بينشط الكبد. تعالوا مع بعض الهريسه الحلوه والتومه الحلوه، حلو الكلام، وزيت الزيتون بتاعنا اللطيف في طاسه شديده الحراره. معايا حل على النار فيها بوكيه جرنيه جزر كرفس بصل توم، معايا كل يوم دي حبيبتي، حلو الكلام، حلو الكلام. ناخد البصله دي كده، الله، انا لما بسمع صوت البصله في قلب النار بتشجيني بجد والله، انا من الناس اللي ما بيحبوش النار البارده. حلو الكلام. ننزل بالتومه الحلوه، العود الزعتر والروزمالي اللي معايا على طول علشان يديني فليفر ويرحم عينيا من الدموع، وربنا يكفينا شر دموع العيون، ممكن دموع الفرح. اه حلو الكلام، التقليبه دي مطلوبه. اه وجود الروزماري والزعتر مع تحمير البصله اثناء الطهي، طقي العيون من الدموع. اه سلوجان اهو، حطوه على السوشيال ميديا حبايبي. اه بشكر كل بتوع السوشيال ميديا اللي بيتابعوا، قبل ما اطلع من مبنى مزبيرو بشوف الحلقه على السوشيال ميديا، على الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي، اللي بيفوتوا وقت البرنامج. اه احنا كل يوم الساعة واحدة مع بعض ما عدا الجمعة. بالشكل ده كده، معلقة هريسة حلوة. وتحميرة حلوة. نيجي للخرشوف. نبص عليه كده ونشوف تفاصيله مع بعض، ايه الفرق بين الكعب والقلب. الخرشوف يتقطع بالشكل ده كده. ده للأمانة موجود في أي سوبر ماركت من السوبر ماركات الحلوة مجمد في كيس. تشتريه ازاي؟ ازاي اشتريه صح؟ لازم وانت بتشتريه من قلب السوبر ماركت تتاكدي ان عمليه التجميد، عمليه التجميد ناجحه، يعني الخرشوف ده ماسك نفسه عامل في قلب الكيس زي الزلطه كده، مش مفكوك او ان هو متقطع، ده مهم جدا على فكره. عشان نعرف عمليه التجميد ان هو ما طلعش من الديب فريزر ورجع تاني للتجميد، وده غلط، خلي بالك. او الديب فريزر الكهرباء بتاعته فصلت ورجعوا شغلوه تاني، الحاجات دي كلها طبعا بتوصلنا ان عمليه التبريد او عمليه التجميد للخضار او الفاكهه ما بتبقاش لطيفه وما بتبقاش صحيه، سواء الفراوله المجمده، سواء البلوخيه، سواء البسله، سواء الخرشوف اللي معايا ده كده. اه
الخرشوف هنا جاهز اهوت، تقطيعه نص كده، ده خرشوف قلب مش كعب. وان شاء الله باذن الله تعالى الراجل الطيب لسه ما جابش الخرشوف، هنجيبه ونشرح الكعب من القلب، نقلب ده مع بعضه. اهو التقليبه دي حلوه، بهارات بتاعتنا معاه، بوكيه جرنيه على النار بيغلي اللي هي الشوربه بتاعتي. اهو اخد الخرشوف يا عم الشيف، الله على الريحه الحلوه، اسقطه كده في قلب الخلطه دي كده. اهو صيامي 100%. اهو الله، انا عارف انك بتحب الصوره الحلوه مخرجنا الجميل. جيب الخرشوف وهو بيتدلع في الطاسه، حلو قوي، جميل قوي. ننزل بقى بالايه؟ بحله الخير، هي دي معايا اهي، اللهم صل على النبي. اهي بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، هو ده هو ده، ده المطبخ، ده المطبخ. ونسيبه يتكتك على النار. حبيت تطلعوا فاصل يا شباب؟ انا جاهز. ونسيبها تغلي الحله اللطيفه الجميله دي لمده تقريبا 10 دقائق على النار. حلو الكلام؟ بعد ما بتستوي على النار بنغرفه في طاجن او بنطلعه نقدمه زي ما هو حسب الرغبه. خلونا نغرف الخرشوف الاول هنا كده. مخرجنا الجميل الخرشوف مكانه هنا اهو. الله، زي الفل. طاجن الخرشوف صيامي، الصوره الحلوه مع طاجن صيامي تتحدث عن نفسها. يا غالي يا باشا، دايب دوب دايب دوب، في الكزبره الخضراء، في التومه، في التوابل، في البصله الحلوه، ايه الحلاوه دي، في الطماطم الشيري الجميله، معلقه الفلفله الحلوه اللي هي الهريسه، هو ده. هناخد ده زي ما هو كده يا عم الشيف. يلا يلا صل على الحبيب قلبك يطيب. انزل العب، هو ده هو ده، اللهم صل على النبي. ألف هنا وشفا، ده عايز طبق رز أبيض بألف هنا وشفا اللي ياكل منه. بقى لازم كل حاجة لها عدل، عدل العروسة في الكوشة، الورد والزغروطة الحلوة، عدل طاجن الخرشوف اللي أنا عامله ده كده زي طاجن البامية باللحمة الضاني، رز أبيض مصري معمول بزيت وورق لورا وحبهان، وخلص الكلام، ما تحطيش فيه طبعا إيه شوربة. تعالوا نغرف الكسكسي بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نجيب الطاجن ده كده او القلب ده كده، الله هو ده، يعني اختراع، احنا ورانا حاجه؟ ما وراناش حاجه. دي الكوستاليتا، دي الريش اللي بنسمع عنها بنقرا عنها، حجمها كبير يا شيف مغازة، عاملها ازاي؟ عملتها لك النهارده صينيه بالبطاطس لطيفه وجميله، قدرت تستوي معايا بقدر الامكان زي الفل. عملنا مع بعض الكسكسي بطريقه جديده، عملنا طاجن الخرشوف صيام لإخواننا المسيحيين إحنا مع بعض لغاية لما نفطر مع بعض، ولينا مفاجآت مع بعض إن شاء الله في الفطار كالعادة، بنعمل الديك الرومي، بنعمل البط، بنعمل كل حاجة حلوة، ده مطلوب عشان كلنا بننعم على أرض واحدة اسمها أرض الوطن مصر أم الدنيا. رؤية فن إبداع كل يوم بنشوفه على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.